باقي دري صغار، عندها الحق. علاش ما ديرش شي مول ولا شي باكفين كيلعبوا الدراري الكبار بلي جو الكترونيك؟ بس واحد ديرها المول. هذا شحال ولدك ولا وشحال فيك وجمعي اللعاب. ماشي دراري، هادو اللي بغيتي تخرجيهم خاصك معاهم البوليس، اللي كيقطع في الورد، اللي طالع في الشجر، اللي قلب الطوموبيل، ما حيدتي ليهم ما حيدتي الشانطي، ها بزاف أميمتي، بزاف. صافي وليدي، صافي ما كاين باس، تعبت ولدي وتعرفي بحقهم. لا لا مينتي الله ينجيني، إلا كان بحال هذا النوع الله ينجيني خليني هك أحسن ليا. الله يا بنيتي الله مالكي، وقوليها لراسك، شفتي هي اللي جاية 15 يوم وأنت قاعدة هنا غضبانة وخارجة من دارك. أش كتسناي؟ عقولي لي اش كتسنى؟ واش كتسنى يجي حصرك يجي هو يدخل عليك؟ على مالو ماما اللي ما يدخلش عليا؟ مالي انا ما نستاهلش مشي انا ندخل عليه؟ مالو واش كيحسب له راسو في الدنيا؟ حسن منه هو اللي خصو يجي داخل عليا ويزاوب فيا وبسلي لي يدين والرجلين ويجيب الكادوات من الفوق عاد رجع ليه. اي هاي 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 اجي بغيت غير نسولك، حتى ميك اللي ميك لك ما ضرتكش في راسك؟ ها ما حكيتكش شي على قلبك؟ عقولي لي واش مسطيه؟ واش يخرجك العقل؟ واش الناس اللي بغات تزير زيرها بشويه عام شويه ماشي زير تطرد القنبع. تي الهضره ملي شي بقى تقوليها ليه هو ماما شي كتلوميني غير بوحدي راه هو اللي فيه الديفو هو اللي بو العيالات. واش بغيتيني نبقى جالسه حداها وانتي تدخل عليا المره تاع الدار؟ امنيتي وابنيتي راه اللي بغى لا ما كيتهماك بويتي. مالك تي كاع دوره شويه تعشق طيري وتمي جاي هز بوليستك تغيب بنت هذاك عادل الضريف الله يعمر حاضر راه تي بنيتي اللي بجد بزاف كتي. انا ماما اللي فيا الجهد انا عرفتك انت امي ولا موتيش كتقولي لي اللي بغى لا ما يتعامى وانت شنو بغيتيني نشوف المنكر ونسكت نطيح على راسي الدل باش نتسمى انا مزوجه ونجيك ماما من الاخر انا ما راجعش لي ما راجعش والله لا رجعت لي بنيتي على الشيطان. واه انت مقسي من هاد الجهد هادي انت في غدا بهادشي لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي. عرفتي با عادل إلا دوزتي هاد لافير ديال جلوبال كامباني نعرفك معلم. لا لا غدوز إن شاء الله تاكيد با ولكن عرفتي أنا الباترون ديالهم راه خايبة فهمتيني ولا لا؟ صباح الخير جو صافا كصبحتي مزيان؟ صافا الحمد لله الله يبارك فيك. فطرتي بعدا ولا مازال؟ علاش؟ إلا كنتي مازال مشاو فطرة أونسونت فطرة با عادل تاع نجات لو كافي أنا جوست أكوت ومازال الحال جو سي ولكن غير المشكل انا ديجا فطرت مي لا بروشين فوا ان شاء الله اسكوزي با هانت تسيبين كل مسي من الجيري سيادي العفو بيرسونيل وي لانيفيرسير تاعي لانيفيرسير عاودي لي اش قلتي لي ما سمعتكش مزيان قلت لك لانيفيرسير ديالي وبغيت نعرض عليك جمع الحباب بحالك والصحاب كراجي تشرفني اوكي و فوقاش هادشي سو سوار سو سوار وي سو سوار سو سوار سو سوار سو سوار جو كرو عندي لا سو سوار غادي نكون مريض
غنكون عيان شي شويه. لا بروشين فوا ان شاء الله. جويوز انيفيرسير. ومعلم اخويا عرضوا عليك انت؟ انا زعما ما يعرضوش عليا. انا شتيني انا اضرب طيح في عيد ميلاد اخي حميد. انا بغيت نفهم حاجه واحده، هذا القبول اللي عندك مع البنات كي كدير لي قبول؟ ها طيح معلم. شتي اخي حميد، انا كون كان عندي الفقيه اصلا ما يكونش عندي مشكل مع المراه في الظهر. ترى المراه عندي صاحبي الغيره عمت ليها عينيها. واش اخبارك؟ انا سناء كل نهار كتشمني ملي كنرجع من الخدمه. تعا قول لي كيفاش غيكون هذا الكوبل صاحبي؟ ما شاء الله. وصافي اش نقول لك اخويا؟ الله يصاوب ليك وليكم. المهم انا غادي نوض نقاد لك الريونيون الا بغيتي لي صوني عليه. صافي جو كون سورتو اخويا. ميرسي. يلا شكرا. كوراج. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كنت شوفي كي لقيت الدار حالتها مرونه والماكله دارت الريحه. ما تقوليش ليا ماما هذا ما كيبردش في الدار هذا. ما تقوليش ليا بردي. لا لا ماما طالع لي شويه الدم راك عرفتي. صافي واخا يلا دعي معايا ماما. يلا بسلام حتى من بعد نعيط لكم. صافي واخا يلا سلمي عليهم كاملين. بسلام.
عدل حصلتي صياد نعم يلقاها يلقى. ثانية 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 خصك تعرفي ولا تقشيرة شكون هي. زكي راسك وسيري مع العمارة طبقة طبقة. صافي صافي يا هاتيك يا هاتيك ما يكونها وحدة في هادو يا لميا يا تورية يا غزلان يا ريحانة وحدة فيهم هي مولات هالتقشيرة هاتي. ودي تقشيرة بعد تلبسها مرة كيدي راد مرة اللي كتلبسها التقاشر سهلك هاتشي دابا سانة دابا أنا خصني نفكر كيفاش ندير تنجمعهم باش نعرف مولات هالتقشيرة. أنا فين قالت أح لا بس الحمد لله اختي كنت عند الوالده مش كيتعلك تهرست من رجليها وجلست قابلتها مسكينه واش غادي ندير الصبح يكون عندها ما تشوفي بس الحبيبه ديالي لا طالعه دابا ولا نازله لا هابطه غدا الحمام ايوا بصحتك انا طالعه نجر في السطح وشوفي ها انت انا غنطلع في لاسانسور ونعاود نصيفطو لك انت نزلي فيه ايوا خاصك انت وانا صب انت كركور اختي ديال الصوابن شتي يا اختي من الصباح يا اختي وانا دايره لا ماشي ايوا ربي معاك واش غندير حيد عليا كلشي داكشي اللي كاين صبنتي صبنتي هبطي كلشي يلا تسنى يلا نصيفطو لك واخا بصحه الحمام وصافي لا لا يخطيك لعطيك الصحه ربي عمريش خلينا نشوفك ضروري حساسي ضروري يلا حبيبي مشيتش رجعت على قبلك على قبلي ها بغيتك تمشي معايا يلا هبلينا يلا كنت في غير البارح وشوفي لميا نجيك من الاخر دابا انا فاش مرضات ليه الوالده درت نظري سيدي ربي قلت يا سيدي ربي الا قعدتي لي بوسادها وجبرتي ليها العظم غادي نعرض على صحاباتي حباباتي جارتي العزازات عليا الحمام وانت اقرب وحده ليا جارتي حبيبتي ويلا معايا ما ترضيش ليا في وجهي انا درهات صافي قريبه تبكي صافي منين ندر ندر الله يدير فيها الخير امين اختي يلا ادخلي بعدا لبس جلابتي نجمع معاك قبل ما ندخل ديري عفوا وطك ولبسي جلابتك كلشي الاخر كله عدي يلا الله صحتك صحه اختي تبارك الله عليك هاد الندر ما مشيتي حتى وفيتي به واش غادي نغلي الوالده ديالك ان شاء الله بنت ولي لاباس ان شاء الله نجيب واحد الوقت تمشي تحمحي مع هنايا قلت لك مشيتي تقاشر من الاولين هاد المرات ودوك اللي طالعين تاني هنا اختي لك اللي برد وجي جي وجي غنضرب واحد السيل فيه بقى لينا ذكرى على التحمحينه الزينه اللي درناها سيتي سيتي صحيتي سيري ها هي زوينين تقاشرك بصح الله يلا فنان صاصيين ما كديريش دوك اللي طالعين تما لا لا ما عنديش معاهم تيخنقوني ديما كديري على هادو ديما كندير غير القصار بصحه حبيبتي بصحتك بصحه والله الا عجبني الحمام اليوم الله يخليك بصحتك ويلي رحنا جارات مني ما تقوليش بغيتي غير واحد السيلفي بقاو ديما نتفكروا هاد التحم حيمه هانا جارتي هانا سيري اختي الله يعطيك صحيح صحتك وريحتك وي اختي الله يخلصك على قد نيتك تي تقاشرك شحال زوينين طالعين ياك مين عطيهم لك هادو هما اللي عندك اييه بصحتك اختي بصحتك فهمتي شي حاجه والله ما فهمت حاجه انا بعدا ضرني راسي وبغيت نفهم اختي يا ويلي واش تمر اخي طيبي طيخي طيبي تيكون مره جايبه وحده في شكل خويا
ياك ما كتقلب على شي عروسه لشي واحد. يا ويلي ما تقوليش ندير لا داتي ريحانه خندير واحد سيلفي. اولا تقولي تحمحيني ما تقولي وجهي صفر. ويلي شوفات خويتي. نعم وهادي شتا كادير خدمتنا. خلينا نتفكر هاد الايام الزينه. يلا يلا صحتك وراحتك جاتي عزيزه. يا سيدي عندك البرد. سلامة ناعمة. سلامة رشيدة. سلامة سنة. تعالي أختي تعالي تعالي. نعمة ناعمة شوي أتي أقولي لي أشتك كل مرة جايبة لي ماركة هنا واش كدير ياك السيلفي في الحمام؟ ها؟ لا بغيت نقول لك ندير احنا وياك السيلفي إلا كان ممكن. السيلفي؟ إيه سيلفي. واخا خواتي واخا السيلفي ديالكم راه ما صالح ليا في والو انا كنت سيلفا تضحكوا يا الصحه والراحه. يا لوحه عليا في الواتساب راه بغيت نديرها في التيتر. ها جات شي ما تعرفيش ليا شو درتي في الهضره اللي قلنا في الصباح؟ كنمشي عليك اخويا حميد. انا القضيه عندي شويه من عقده بيني وبينك. انا المراه هزه شو قتل السما اخويا ما نقدرش دابا نتخبرك واحد القضيه. هاد لا سيتواسيون هادي اللي خاوي فيها الدار عجباني. اه حيت راه الا بقيت رجعت لهنا ترى غديرني في كرشها صاحبي ومشيت فيها داك الساعه. راه ما تقدرش تعيش بحال هكا صاحبي. سولني انا اللي ندوز اربعه ديال العيالات. خاصك ندوز اربعه صاحبي اربعه. عرفتي شنو هي اربعه؟ ترى انا وحده محمقاني يا صاحبي. كي درتي انت مع هاد الربعه وليت نفهم انا. الله بقات فيك اوليدي عادل. يلاه يلاه جاوبني جاوبني جاوب 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 جاوب. ماري 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 عاد ذكرناها يا خويا وهي تعيط. شوف يا صاحبي ها شوف. زيد في التلفزيون زيد الموسيقى زيد في الصوت صاحبي. طيب تسمي طلع 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 على الموسيقى طلع عليا طلع. الو 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 بصحتك بصحتك مشط ليا مع راساتك. تي عليا واخا وليدي عادل والله انا بقات فيك يا اريم ولا تقشعره وهادو رجلين بعدا هادو رجلين. ما فهمتش اصاحبي قطعت عليها علاش؟ راه هادشي اللي بغات الوقت راه خصني انا نتعامل بحال هكا وهادشي كان خصني نديرو من شحال ديال المعلم. تعطلت اخويا انا معطل. السلام عليكم اخويا. ما بقاش عندك تقاشر واخا اخويا اسمح لي. وعليكم السلام. مرحبا اختي. عافاك بغيت دوك تقاشر اللي دايرين بحال اللايبه. اختي شي حاجه ديال تركي زين. لا لا ما بغيتش بحال هادو بغيت دوك اللي ملونين مخطين بغيت بحال هادو. على شخصي بحال هادو اختي. هادو قديم اختي مبقاوش في السوق. ما عندكش؟ لا مبقاوش عندنا في السوق. فهمتي نديرهم كاين شي حاجه ما احسن. لا ما بغيتش هادو انا بغيت بحال هادو خوت هادو. باقي تيديرهم داك الدري باقي لا طريق شي المحل الاولاني. لا الثاني ثالث على الله يسر تسول على طارق هو اللي واخا خويا. شكرا الله يرحم والديك. ربي يخليك. مرحبا السلام عليكم. طارق عليكم السلام. اهلا لاله سناء. صافي بركه فينا الغبور اخويا عف الدنيا. عرفتي وصلتني شي سلعه والله الا جيتي في الوقت. لا 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 بغيت حاجه معينه. شوف طريق بغيت عفاك دوك اللايبات اللي حد هنا تقاشر هما دايرين بحال اللايبات. اه دوك طوال. اه عندي شي سلعه جيت تشوفها. استر يا خويا طريق عندك الوالي زين. هذا الشكل هو تقريبا كيشبه هذا الشيء غير هو دوك الخطوط ديالو كيكونوا شويه كبار وفيهم الوان بزاف. هادي موضة هادي. هادي نقول لك بحال هادو بحال هادو طارق خويا بغيت لاحظتك. لا كان عندي هاد الشكل هذا. لا اختي سنة ما بقاش. قلب لي عفاك الا بانت لك شي وحده. قديم هذا شبغيتي ديري بنتي ياك. ها قديم هادشي. لا لا ضروري شوف من الاخر انا كشيني انا كنت مسافر ياك اخويا طارق وفي التصافيرات تشبرت ولا شاكه في خط الراجل فهمتيني. داكشي علاش بغيت نقلب على البرت ولا شاكه في خط الراجل فهمتيني. داكشي علاش بغيت نقلب على البرهان.
وعدي البوليس وتينا يديتو دابا البوليس راه غيعلموا عليا كاع مولين نضر يقول لك دات لوست على البوليس على قبل التقشيره داكشي علاش خاصني نعرف اشوف وما كاين لا صداع راس الله يرحمك الوالد انا بزاف انت شوف معايا الا بان لك شي وحده فهادو كتعرفها اخويا دازت عندك تقدر تكون شرات التقشيره انت ها باش ما نظلم حتى واحد هادي بحال اللي فايت شي فما لا ماشي بحال اللي فايت شي فها طريق اخويا قول لي شتيها ولا ما شتيهاش لا اختي والله ما نقل انت شوف هادي هذا لا شوف شوف لا والله ما غنقدر نعقل على هادشي انت انا عندي واحد الفكره اجي معايا انا خويا الله يهديك ستر انا علقه ليا الحل ما عارف شكون اللي شرا من عندك هانت يا اختي دخلي دخلي بيسي هانت بسم الله انا ملي لقيت راسي كنتشفر درت لي كاميرا سيرفايل احسن ما درتي انا راه مسجل كلشي وبغيت لي كاميرا اللي شادين تقاشر كاينه هذه 3 والكار صافي ملي غادي تجي غادي هنا غتوركي في بلاي بغيتي دوزي دوزي هذه وهنايا راه كاين كلشي ولا بغيت مثلا نشوف داك التسجيل اللي من موراه علاش مرك غتوركي عليها هذه هذه كديك لي فيديو اللي وراه صافي باين صافي مفاهمين صافي تهنيتي يلا صافي صافي الله يرحم لك الوالدين طارق خدي خدي شريفي هذاك راه جديد اه يلا باني لي يعني ما تتقشيره ولي 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 على المراه اش بالي اويلي اخويا اش غنقول لك طارق راه دايرين فيك الشاب بحال الشفاره هك وتخيل المراه مركبه ولدها وداكشي اللي خوناتو كديروا في الحمال بينها وبين الدرني اما ديك اللي لبست شحال من بياسه عاد خرجت بلا ما نهضر لك على دوك الشفارات اللي كيخونوا على البياس الرقيق هذا قولون هذا سروال هذا هذا اما الماكياج الحفيظ الله اخويا انت بازلك يا ربي غير الصبر وصافي قولي لي اشنو بغيتي داكشي اللي بغيتي واري اخويا ما بانت لي كاع انا مولا التقشيره وتقول واش لقيتها وايلي والله العظيم اش نقول لك اخويا تفكر لي تعرف شي واحد اخر كيبيع من غير كاين غير انا اللي كنجيبهم هنا يا خويا عرفتي عييت ما نقلب عاد تفكر لي الله يرحم لك الوالدين اللي بان لك شي واحد تقدر تصيفطني عندو وشنو كاين الجمال نصيفطك عند الجمال راه ما غيبيعوش ليك بصح نيت ما غيديوش فيا كاع حيوا من غير هادشي شنو غنديرو شوف حيت انا ماشي انا بوحدي اللي كنبيع هنا كاين معايا واحد الدري سميتو مراد راه كيعقل مزيان دابا غايب هادي يومين ومشيت 3 ايام بحال هكا كيكون هنا والله يرحم باك طريق اخويا الا جا عيط لي راه عندك النمره ديال التليفون ديالي لا صافي ورد البال اخويا الله يعطيك الصحه وبد الله يرحم والديك ديك الشطحه راه قتلتيني عاد الضحك اهلا يا شبارك لاباس عليك كي دايره نتيا الحمد لله ربي يخليك سمحي لي على الدخله ولكن راه بغيتك ضروري الله يودي مرحبا بك ترك هذه شوفي فكرت دابا حنا الشارات ساكنين هنا ياسينين ومين انت وحده فين ما كتعرف الاخرى كنتلاقاو غير في لاسونسور بونجور بونجور سلام سلام وماشي معقول كاينه عندك الحق حتى داك السلام ناقص كل وحده سدها عليها في دارها ها انت قلتي المفيد داكشي علاش انا بيني وبين راسي قررت انني غادي ندير واحد الحفله ان شاء الله الرحمن الرحيم غدا في الليل في السطح باش العيالات يتعارفوا بعضياتهم حتى الا احتاجينا بعضياتنا يكون خير ايه فكره زوينه عرفتي شنو انت غديري هاد السيمانه وانا السيمانه الجايه نديرها في داري مشات هو قال لي كيفاش نديرو تنعرضو عليهم انا خفت نمشي ندق على شي وحده ما يعجبهاش الحال تجاوبني شي جواب ما هواش وانا دغيا كنتقلق فهمتي اللي غتبقى فيا الحال لا ما تدقيش عليهم عرفتي شنو هادي ضربه لي على راسي انا غادي نعرف كيفاش نعلمهم ليك كاملين صافي حبيبي ديال نعول عليك كوني هانيه يلا خليت لك الراحه بقيت شنو كنقول لك زربانه غنلقى عندك الخبر في العشيه صافي صافي حبيبه ديالي يلا الله يعاونك سلام نجوم الأولى مع مجموعة من الفنانين قالتك التي تفي بأمريكا
ما بغيت تشري شي واحد ولا لا؟ انا ما بغيتش نشري، انا بغيت عا واحد فيهم ميسيو اليوم بالليل. ميسيو ديال شنو الميسيو؟ لا ماشي شي حاجه، شي حاجه خفيفه. دابا تبات الكلاب عندك، الا مثلا شي واحد فيهم عطيتو شي جاكيطه يشمها، شي كاشكو، شي تقشير، يقدر يجبد ليا مولاه. ويلي على ما يجبدوش، راه في البلا يحضر لك مولاه في المكان. خطيك هذا هو اللي بغيت انا. ممكن دابا توريني شي واحد اللي نقدر نعمل؟ مرحبا، شوفي اللي بغيتي. لا غير هادو، لا هادو كبار عليا، ما كرهتش تشوفي لي شي شي كانيش قد هكا يقضي لي الغرض. كانيش دابا كتضحكي عليا انا وجه كانيش؟ حاشا الله. شوفي راه هادو هما ديال الدريساج، وهادو هما اللي يقضيو لك الغرض في البلا، وماشي مشكلة. نشوف يلاه جمعات شوف ما يعطونيش ولا لا بطوكاش مع احلام كلها بطوكاش. شوفي ليلة نحضرها لك. هاد الحين خلاص لي حقوق. كان شنو نقول لك الشباب هادي خدمتو، عطيه شمة صافي كل شيء تبعك. شم وليدي مزيان، شم انا مزال وقال لك في المهم انا ما شم. اسهل حاجة يا ولدي. شوفي خليني بلاتي شوية نشغل مع الحيات، عادي جي انا غنسير لك. ليلة نحضرها. يلا يلا ما تنسى عينك معايا. يلا يلا الراجل حفات ليه الجري، بقات ليه عام ويمينه مت منير العساس. تا خويا سفير الحين ما خديتو دار فيك الكلب هاد الحاله، الله يخليها عراضه معاك. ويمينه اش انت دجاجه المنير اش انت؟ لميانه حشوم عليك اصاحبتي، شديك الكاريجه درتي لنا الصباح؟ ودي لميا صاحبتي غاتصمتي والله العلي العظيم، وتعرفي شنو بيا تتعبريني. حفص حياتي ما تصمتي لي، راه عندي مشكله. مالك شنو واقع؟ عادل مال عادل؟ امن عليا صاحبتي وانا غنعاود لك. دابا النهار اللي جيت انا من عند ماما. يلا دعي معايا ماما. يلا بسلام، حتى من بعد نعيط لكم صافي. واخا يلا سلمي عليهم كاملين. بسلام. صلتي صياد النعام يلقاها يلقا. واش بان لك صاحبتي ما نتفقش؟ ودابا غير بردي بردي يا سناء شويه. نعل الشيطان، انا صراحه ما دخلت ليا شي راسي. واش راجلك كامل هالدرجه غادي يخونك في فراشك؟ لا لا حبيبتي، راني لقيت التقشيره في بيت العز ديالي تحت السرير ديالي. ما تقولش لي ما يديرهاش، يديرها حيت انا عارفه عادل، عادل بو العيالات. ولا علاش شي طرى راجلك هذاك؟ واش انت كتحطي دابا الباطل على راسك وعليه وعلى شي وحده اخرى؟ قولي عاود بلا مش طراجي.
يعني ناري لم يكن لقى انا هاد مولات التقشيره شي ديك التقشيره اللي لقيتها غنشدها غنعمرها بالحجر ونزل عليها على الراس خاصني غنعرفها هي شكون بغيتي تعرفيها شكون هي يا اختي انا ميرا ما كرهتش الا وصفيت كالماي غدا غنديك عند شي حد يقول لك شكون هي خدت عليك بالله كوني هانيه رجلي برجلك اختي ونطي نطي يلا معايا نكملوا القصاره الفوق علاه انتي باقيه خليتي فاش قصاره شوفي خاص منظر على هاد الشجره نطفو على هاد الشجره ديال الميمه عاد نمشيو نجلسو الشجره ديال من ديال الميمه من هنا نطفوها واش تصطيتي بيتي اللي عيطت لي نمشي ماشي خصنا نضرو من دوره ها وحده واخا مسلمه طلبت ناري وشوفني عادي ناري وخصني عادي حتى عرفنا الضربه ديال بصح السلام عليكم اختي وعليكم السلام يما الفاتشي يا اختي وعد التاني في المرة نصلح على بالك وليك يا اختي نعم اختي مش غربة تسير مش غربة اختي بصح زعما كونفيونس لا كونفيونس متاشي اختي ولا ولك يخلع لك عرفتينا ولا نصابك أيوة تهير اللي دخلتي عندو يصورك لا لا عليك الامان عليك الامان بصح لا 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 سيد عليك الامان اختي حتي بولينا نخافو لا ما تخافي ولا عليك الامل علاش نتوما اول مره كتجيو اول مره اختي نعتو لي انا وصاحبتي لا لا مزيان غاشدو نوبتكم راه واخا ما يشوفكمش راه يعيط لكم سميتو سبحان الله ما يشوفوك اختي الله يطولك اختي لك الغرض امين حنا اختي طلبت سلام سلمين اختي الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله اختي الله يوفقك امين الله يوفقك بزاف الله يخليها لك السيد يعني سلامتك اختي الحمد لله على سلامتك على سلامتك لا ما تخافي عادي هادشي شنو ما تخافي عادي تخافيش باش نقول لك واحد الحاجه دابا تخيلي دابا اللي دخلنا عنده وسول لي شي حاجه انا ما عرفتش كيفاش غادي سلام هالي كنتي يا اختي هاي نوضي نوضي اختي سيري لا اختي فالك عيطلك لا لا نوضي نوضي هاني خليك حنايا لما انا مصفيه منيك ماكش مصفيه كاع ما نجي معاك زيد يا سناء زيد السلام عليكم سيدي السلام عليكم بسم الله طلبي تسليم سلمينا سيدي مسلم طلبي تسليم سلمينا سيدي سلمينا سيدي سلمينا سيدي سلمينا سيدي نقول لك انا علاش جيتي ولا تقولي انت ها اللي بالك السي رفقي وعقولي تي فضفضي وخرجي كاع اللي في قلبك حيت الا قلت لك انا ما غيعجبك حال خوتي السي رفقي انا مسلمين سيتي مسلم جيت كبدا السي رفقي على ود التقشيره هذه لقيتها عندي في بيت نعاس تحت الناموسيه بغيتك تعرف لي الله يجازيك بخير شكون مولاتها سيتي بسم الله سير تلعب سير تلعب سير عند امو سير عند امو لا من داوي كيدوا بحال شويه دو دو بيت سلمي سلمي اختي سلمي بسم الله شاط بفور قلت على راسي بعد ما تعرف ما تعرف انا سلمي انت قولي تسلمي قلبي تسلمي طالع عود طلبوا تسليم احنا مسلمين سيدي طلبوا تسليم مسلمين مسلمين هادي عندك صعيبة بنتي عارفة الجواد ما عطاوني جواب حامضة القضية أول مرة جوادي كيخوو بيا مهم هاكي هذا بسم الله سيدي ملي تخرجي عدي من هنا واخا أول قادوس رمي فيه هذا واخا عقلي معايا اختي على القرقارة هذا
بسم الله بسم الله. طلبي تسليم. سليم سليم. من القادوس غتحسبي 3000 خطوة. على قليلة. 3000 خطوة. هي هاتي. غدوري على اليسر. إيه. غتحسبي 270. واخا عقلي أختي. 270. 270. غتحفري متر ونص. متر ونص. هاي. بسم الله. غتفكسيها فوق ديك الدفين اللي دفنتي داك الحجاب اللي عطيتك. واخا سير. ومن هنا ساعتين. واخا. غترجعي عندي. واخا. تخليني نتكونسونطرا مع جوادي. واخا واخا. صافي؟ واخا سير. وملي تكوني خارجة. واخا. كي تكوني خارجة غتلقاي واحد القفة في العشبة. واخا. غتعمرها وتجيبيها. باش نعمرها ودي سير. باش ما سخاك الله. واخا ودي سير. يلاه يا ودي سير. واسير فقيت الله يجازيك بخير. ما تنقول لك. قلت لك شدي البرهوس. شدي البرهوس. دعي يا ولدك سير تلعب عند امك انت سير تلعب عند امك راه الفقير الله يجازيك بخير كشتي انا دابا راه راجلي بو العيالات متبوح بغيتك تسخطوا ليا في عيني العيالات تيبان ارض في عيني انا اللي بان سخطي دويتي بزاف حسبي الخطوات يلا الله يرحم الوالدين الله يجازيك بخير سيش القوفة لا ما نساهاش نفسني طالب سبعين خطوة على الطريق أنا وروتون من هنا الداخل كملنا حنايا بالتكلخ في بلاصة ما نخليو تقضي هي الاخر مشينا خدينا هي الاولى وضربنا هادشي كله الله اختي راه هو اللي قال لي تقضي ما قاليش تقضي في الاول في الاخر كان شي يقول لك بغيت نعرف هو واش بارصاوي ولا ريالي وانت مالك هادشي راه فقيله ولادو اللي معلقينو ماشي مشكل طلبت سليم انا مسلم انا هنجي بسم الله طلبت سليم طلبت سليم دايره النيه بسم الله السلام عليكم السلام عليكم سليم بسم الله مرحبا السلام عليكم سيدي طلبوا تسليم مسلمين سيدي تسليم تسليم سيدي تسليم مسلمين سيدي مسلمين سيدي مسلمين شعب الخاطر مالين تقشيرة احنا مالين تقشيرة عرفتكم اه سيدي انتم هم مالين تخاف ايه سيدي سمحوا لي ما شاديرك تداوي معاكم ولا علي مش تسالك انت داوي معنا علاش كنا كنداوي معنا سلوكتي تقلقوا نوضي خرجي على برا علاش غادي نخرج تقعدي سكتي صافي صافي بغيت تخليك سيري قلت لك تقعدي طلبي تسليم طلبي تسليم ونوضي نوضي ما تخافيش عليا قبل غادي نخرج مني برا غادي نخرج صافي انا يلاه نيتك ما صافياش مالك صافي اسمح دخلت عليك والله الشريف لما قول لي دابا هي خرجت بيني وبينك ياك ما هي صاحب الدعوة لا ما هيش قلبها ابيض ولكن نيتها ما صافياش جوادي ما حملوهاش المهم نعم سيدي مشكل عندك راه شويه عاويس عرفت مولا التقشيره ما لقاوش الجواد ما خليت فين صيفتهم صيفتهم للسودان صيفتهم للصومال ما خلاو سنغال ما خلاو مدغشقر ولكن اودي السير فقيه انا مولا الدعوه راه كاينه هنا في المغرب راه الدور حدايا كاين لي صيفطو الغانا باش يجيب لي مولا التقشيره وما لقاوهاش فشلت ما خليت فيستات ما خليت سراول ما خليت كبابط ما خليت سبرديلات وفشلت في التقشيره تسني ماشي ما بغاش تصرات ليا ودابا قول لي شنو المعمول واش خصني ندير المعمول هو طلبي تسليم دابا انا مسلمه طلبي تسليم انا مسلمه زيدي طلبي تسليم طالبه اليوم تسليم اه انا طالبه اليوم تسليم المهم عندي لك واحد طالع سرنا يبقى هنا لا لا تهنيتي ودي سير ما تقولي لتا شي واحد بلي راني فشلت لك وما بلغتلكش الموراد صافي ودي سير فقي انا مزاو غيهربوا لي الكليان وغيهربوا لي الجواب سرنا يبقى لا لا تهنيتي غير ولا جيت على شي حاجه اخرى تقضيها مرحبا من دابا انا بغيتك الله يجازيك بخير وخلي لك وليداتك انا راجلي راه متبوح زين العيالات ديما حاطين عليه العين متبوع عليا ما نكذبش عليك المره اللي شافتو كدير فيها واش انايا مضاربه مع الناس اللي ما تزادوني حتى النصرانيه تخيل ديك دابا شي 3 شهور ولا شهرين هادي جات عند الصبرنيونيه للبير وقالت ليه اولق اولق كلها انا بغيتك تسخطوا ليا في عيني العيالات يبان القرد الا في عيني انا يبان سيد الرجال ليلى نقرض بو لا لا يخطيك وانا قسما بالله وفتي تقضيتي ليا الغارض عليا باليمين يا تندي الذبيحه المولى عبد القادر جيبها ما تديهاش المولى عبد القادر جيبيها ليا انا هي واخا وما تنسيش ليا الزلالم واخا ودي
اختي غير موجود صافي مشي بحالك غير ليا تكتقش حملك الوالدين ودي رفقي اسمعي امين امين الله يجازيك بخير ما تنسانيش حمل الوالدين ما تنسانيش صافي تسليم السلام عليكم على ريمتي وعلى ايش حال ثقيله هادشي صاحبي عندك انت مالك على حالك صاحبي في هذا العذاب اوه يا اخويا عييت الله يتعييت عييت عييت شحال ضربتي 50 60 كنضربهم وانا ناعس صاحبي وتعييت من الكلاص في الدار في حميد اها قلقك شي واحد على قلقك شي واحد دابا نوضي لا انا واخد راحتي عندك ولكن بيني وبينك بغيت نمشي في حالي للدار اخويا حميد هذا برجعتي للكلام ديالي ياك خبال ليا اسخيتي وصافي بالعكس اخويا حميد والله ما سخيت بيك تاي تعاملت معايا موت بخير وخديت راحتي عندك انا في الدار ولكن اخويا بغيت نرجع لداري ما نخليهاش خاويه وبيني وبينك بغيت نرجع هادي لوحده اخر ماشي هذاك اللي كنتي كتعرف بغيت نبدا حياه جديده اخويا حميد ناري الدار نورت وحق الله العظيم عرفتي انا جاي زعما تنجري قلت غادي نسبقك نجي نفرش لك الدار بالورد ونستقبلك بهم ساعة سبقتيني صافا دو لوان فين كنتي كيفاش فين كنت كنت عند ماما اش كنتي اخويا كدير عند امك في السلامة كنت غضبان عند امي مزينك تقول فيها بوجهك حمار غضبان عند امي كيش الرجل كيغضب ومالا ما تجيش معايا ولا زعما حنا الرجال ما عندناش الكرامه زعما ما عندناش حنايا شويه النفس منين نتهانوا ما نمشيوش عند والدينا حتى حنا ونجلسوا وناخذوا راحتنا ونرتاحوا لا انتم منين كتغضبوا خصكم تمشيو عند والديكم تجلسوا شحال ما بغيتوا وترجعوا وقتاش ما قالها لكم راسكم وخويا امك ملي غضبتي عندها ما قالتلكش غزفك الله انت اللي تابعها انت اللي باغيها عندك الحق انا باغيها ياك باغي ندير حاجه اخرى ياك يا عادي علاش اجي خويا وضح لي هذا الشيء ولا عندك باينه كيفاش باغيها بيني وبينك انا باغي نبدل نتوالها الذكر حيت الذكر هذا مسكين تيبان ليا ما مرتاحش ما باخدش راحته ما عندوش الزهر فهمتيني حبيبه ياك واش كنت كدوي على الذكر ما بانتلكش انت مسكينه غدا وكتصفى غدا وكتضافر ما بقاش كيتصرط لها انا كون منها قشو تيخرجوا عيني لا 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 حبيبه راكي غلطه حيت انا هو اللي شاري هذا الذكر وشريت ليه نتوها من بعد انا عارف شنو يصلح لي وشنو ما يصلح ليش فهمتيني انا وليت نوكلهم انا وليت نبدل لهم الماء انا وليت نعنى بهم يعني عارفه شنو طاري ما بين هذا الذكر وما بين هذا النتوه هذا الذكر هذا مقدم حبيبه ديالي لا 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 حبيبه راك غلط فراسك غلط بزاف سولني انا اللي كنجلس معاها النهار وما طال قسما بالله ولات كتشكي عليا ما بقاش كيتفرط ليا شتي ترى ما بغيش تنعى الشيطان ترى ما بغيش توصل على الباكي كيقول مويا ورا انت اللي خصك تنعلي الشيطان انت زعما كنتي عند امك جالسه انا ما قلتلكش هاد امك هادي بنتي نعلي الشيطان خصك ترجعي لدارك قبل ما يفوت الفوت راجلك راه زعما عارطي العين ومتبوع ماشي غير بوحدك اللي تمتبوع انت لا متبوع خاصني عطلة عطلة يهديك اش دانا لهاد الهضره حبيبه ديالي علاش كتجبدي هاد الموضوع هذا حنا زعما قلنا نمشيو نرتاحوا عند والدينا شي شويه نراجعوا راسنا نتفوا هاد الغضب اللي كاين بيناتنا ساعه انت ما غير زايده فيه شوفي الله يرضى عليك صوبي لي واحد القهوه على بال ما نبدل الحوايج وداك ساعه نجلسوا نكملوا الهضره ديالنا انا وياك سيت بلي باغي يسطيني هذا باغي يخرج فيا العجب شتو من دابا بداها تخرج العينين باقي كاع ما جبت لي حس التقشير انا بلي جبت لي حس التقشير اخويا غادي يمسح السما بليكا ويخرج فيا عيني ويقول لي ما درتش ما شفتش ما كنعرفش حتى شي حاجه وسناء قال متوا غاب شويه عليك بارودي الحين احسن من العار بلاتي عليك وليدي عادي قهوه تشرب فيها الجخديد ان شاء الله بنتي قاصحه ولا خفيفه
موجودة. جريف عشتي وكم بغيك دابا وي بينو بين كامري وحق الرب العظيم لا توحشت القهوة ديالك. بصح الله يوتي حبيبي طلق لي بارتاج كونيكسيون لا هاديك السر على ما بقاش وي في عندنا هنا في الدار. لا ما عرفت وقيلا قطعوه تو دو سويت. انا غتلقى لي هذاك الطوبيش انا مزوق فيك. بغيتي الويفي نطلقو ونطلق لك المشاعر نطلق لك اللي بغيتي. نطلق لي على الويفي دابا تو دو سويت سي بون. صافي شكرا حبيبي شي دابا نهبط الحوايج من السطح. مالك عمرك لاباس حبيبي ولات كتخوني ركبتي ما عرفتش شي مره نتفضل. علاش مناش ما عرفتش والله ياك لاباس وريني شوف. لا لا والله ما بقيتش والله ما تسمح لنا نطلع نجيب الحوايج من السطح. لا بلاتي علاش ما تجيب شي حوايج الله يهديك انا نمشي نجيبهم. لا لا حبيبتي يا ودي الله يحشم قدام الجيران مرحبك اش غيقول لك انا سيتو بلا انا غنمشي نجيبهم انا بغيتك ترتاحي باش غير نمشي نجيب الحوايج من السطح بيني وبينك واخا يكونوا في القمر نمشي نجيبهم. عرفتك حبيبي الله يخدك ارتاحي ليا جاري فتو ميرسي بوكو حبيبي الله يخدك. شوية لك عمري انا مزوق فيك ما عرفت فينا هي السله فين نجيبو فاش غنجيبو السله راه السله داكوغ شوف تي سيغ ما عندكش الطبيب سيغتين يلا انا دابا راجع امشي على الدروج. تيش براسك يا هذيك نديك للطبيب القسم. لا لا حبيبتي حبيبتي علاش تبقى قلتك على خاطرك. لا تفكرت عندي واحد البلان خصني نتلاقى واحد الكليان على برا نغيز معاهم شغل غنشوفهم فيت في ورجع لعندك. علاش انت ضروري تلاقى الكليان ديالك في القهوه علاش ما كتلاقهم في الشركه نيشان؟ على ما قلتلكش عمري انا الكليان قبل ما نشوفهم في الشركه ديما تنشوفهم في القهوه تنرصي معاهم الشغل وعاد من بعد تندير معاهم رونديفو عندي في الشركه. ما غنتعطلش نقضي الغرض ونرجع عندك اوكي. ناري ديجا تعطلت والله القسم. يلا حمد لي طول صباح شي بخير انت موجود يلا انا خارج راحتك يلا
عليكم على طريق اخويا. وعليكم السلام. مالك يا ناري؟ شتك صفرة؟ ولا لي اخويا عرفتي. واحد الشفار دا لي الساك في الدخله ديال القصاريه. لا حول ولا قوه الا بالله. شاد التليفون فيك. ياك بديتي ما طرا لك والو. الحمد لله. والحمد لله الحمد لله. والله يخلفك الله يخلفك. ام دراش قال لك داك الدري الخدام. راه جا الدري انا سخرته غير هنا شي ساعه ونص بحال هكا ويكون هنا ورجع. يا خويا غادي تحطل عليا ساعه ونص بزاف. لا ونزيدك. عرف السيده اللي شرات بعدنا تقشيره. ضغط عليك والله. قلت لك غيكون خير. شوف وي. انا غنصيفط لك تصاور ياك. ومن اللي يجي اخويا الله يرحم لك الوالدين طارق. لا ما كونفيرمي ليا انا وحده في هذا والله يعطيك الستر. صافي. هاي نصيفط لك دابا اخويا. صيفط. هاي يلا هم دابا غيوصل. ها هما وصلوا. صافي غير يجي غنوريهم لك. اللي عرفها غادي نصيفط لك التصويره. الله يرحم لك الوالدين طارق ما تنسينيش طارق. لا صافي كون هاك. يعطيك الصحه الله يعاونك اخويا. سلامه سلامه اخويا. وفين خلينا الحكايه البارح يا سيادنا يا حضار؟ قالت حتى قلت امي شربي بنيتي هذا في يدك نشوفك غيجيك. ما تشدبيش ما عندكش الفلوس. عندي الفلوس والوي تهزمي يا الحزن تهزمي ضحكت عليا مراد يا رزقي. يا سيدي حسبها على صداقة. شتي أنا ما كنصدقش. أنا ما كنصدقش. أنت باب الله خاف غير من الله تبارك وتعالى. موعدكم مع سلسلة بنت باب الله. الحبيب ديالي عمري النويرة ديال الدار الكبيدة ديالي. معاك انتوي معاك دلبارتي ملي كتدخل الدار قسم بالله كتنور الضو حبيبي كيشعل بوحدو. تبارك الله تبارك الله. شوف انا اللي مزوجه انا اللي قولبت العيالات عندي النسر دايره في داري. ناري عمري فخبارك انا ديما كنتمناك نشوفك بحال هكا معايا في الدار. شوف حبيبتي ديالي من هنا لقدام غتبقى تسمعها بحال هاد الهضره. تبارك الله تبارك الله. فراسك انا شحال من مره كنخاف عليك الحبيب ديالي من عيني انا. اش واقع؟ علاش حبيبي ما عنديش الحق نقول لك الهضره؟ ما وقعت حتى شي حاجه فرحانه بك. لا لا عدوي معايا بحال هكا انا مزوك فيك. الا بغيتيني نحبس نحبس. لا 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 ما تحبسيش انا مزوك. الحبيب ديالي كان عزيز عليك. كنموت عليك. اللي طلبتها لك جيبها ليا. نجوم في السما ننزلهم لك الارض. خليك ليا حبيبي ولا سولتك شي سؤال عندك تكذب عليا شي مره بغيت نسولك. انا كتاب مفتوح قولي اللي بغيتي. ياك حبيبي مأكد؟ والله الا مأكد. شو اسيوم؟ شو اسيوم؟ ديال من التقشيرة. ما 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 عرفت التقشيرة فين فين شي فهم. فين لقيتيها؟ تخيل مشي انا اللي لقيتها راهي اللي لقاتني. تخيل معايا وقول فين لقيتها. قول انت فين؟ قول قول يلا مثلا خمن فين لقيتها. ما والو تخيل مثلا ما عرفت ما عرفت لقيتها في بيت ناس ديالي انا وياك. وفين في بيت نعاس تحت الناموسية. أي من البيت أنا تحت الناموسية يعني القضية فيها إينا. لا شوف أنا 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 نقول لك واحد القضية. والله العظيم أنا 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 مزوج فيك. راه إلا أعطيتيني عقلك عمري وفتحتي لي دماغك أنا متأكد بلي أنا غنقنعك وغادي تيقيني ولا القصب غادي تيقيني في الآخر. حبيبي أنا راني تيقة فيك أنت. أنا غنغمض عليا وغنحطك عقلي عاود. شوف بالنسبة لهاد التقشيرة عرفتي شادير؟ جلس أنت وخذ لي راحتك. تفضل خذ راحتك مرحبا بيك. يا صاحبي عاود ليا. هي التقشيره عندها واحد القصه ياك وحق الله العظيم. غير دابا انا منين نبغي المشكل اللي عندي عمري انه ملي هي معقده القصه معقده شويه مشربكه. حبيبي ماشي مشكل. انا دابا انا ما عارفش منين نبداها لك هذا المشكل. منين ما بديتيها ودي انا جالسه هنا ما بعيد على سيدي سليمان عاود. واخا شوف منين غضبنا ووقع داك سوء التفاهم بيناتنا انتي غضبتي مشيتي لداركم ياك. كاينه بصح انا بقيت بوحدي هنايا ولكن بيني وبينك انا جلست في الدار وجاني شويه القلط والدار بلا بيك بيني وبينك كتكون مغوله. بصح فقررت قلت مع راسي خصني نمشي نبدل شويه نبدل ساعه اخرى نمشي نسافر. كاينه وبغيت نمشي بغيت نمشي لمصر. مزيانه وحق الله قلت انا عزيز عليا الاهرامات وداك الشيء عمرني شفتو نمشي نشوفهم مناسبه. فعلا داك الشيء اللي كاين مشيت رتبت الامور مشيت لمصر. في الديوانه منين دخلت لمصر
داك السيد ملي عطيتو الباسبور قبض الباسبور داك الديواني بدا تايفلي فيه بحال هكايا لقيته هو يقول لي ودي راه خصك التاشيره ودابا حنا في البلاد يعني الحرف ديال القاف حنا نقولوا ق ولكن هما كيقولوا الا والله القسم بحال هكايا يقولوا ما عنديش التاشيره خرجت انايا من عنده بديت كنطلو كندور في داك المطار واحد لقيت بيني وبينك هو يبان لي واحد ديوتي فري لقيت اللي بان لي ديوتي فري قلت شندير غندخل نشوف دبر على راسي تما نشوف شي لعيبه الا كان لقيتها تما دخلت وشريت واحد التقشيره لقيتها تما شريتها شريت داك التقشيره وانا نديرها في وسط الباسبور وانا عطيتها للديواني وخلاك تدخل لا ردوني في أول طيارة رجع للمغرب ما ردوني ريفولي وحق الله العظيم البيت ناس من يردوني ريفولي ما نكذبش عليك رجعت انا كعيان شي شويه المهم جيت للدار جيت للدار ومني دخلت المهم كانت عندي الباليزه ديالي دخلت البيت ناس واحد النهار غادي دخلت البيت ناس حطيت الباليزه كويا شويه بالجهاله وكنت كعيان وانت ما كايناش ما عجبني حالي تقلبت لي الباليزه في وسط بيت الناس الحوايج ما يتشتتو ما نقولكش وانا طبيت كنجمع في الحوايج حاجه بحاجه وتنقول ربما والعلم لله جمعت الباليزه ورجعت وربما تكون تقشيره يعني زلقت وطاحت ودخلت تحت الناموس زلقت تقدر؟ لا ممكن او فعلا داكشي يمكن زلقت شو سبحان الله العظيم هذوك جوج حوتات تاع همايا سبحان الله العظيم كانوا ما معاشريش مع داك الذكر ديال الحوت وهانتي سي ان بون سين وحق الله ما معاشرين ناشطين بخير شوف والله الا دفع الخير وحق الله العظيم وحتى هذوك الفراخ اللي دويت لك عليهم كانوا شويه يعني الذكر كان يناقش مع نتوما بانوا لي ناشطين وحق الله والله الا تا هما ولاو مزيانين داك الفراخ علاش ما نوليوش حنا لا نزوق فيك والله الا ولا انا شوف وبارك بارك عليا ملكتو واش كيصحاب لك انا دمدومه كيصحاب لك انا من دوك العيالات اللي قاعده تمرابعه تيديهم كذبه اللي كذبتي عليها تقول لك الله يحفظك كيفاش التقشيره زلقت وتخشات تحت الناموس التقشيره كتزلق تخشات تحت الناموس هي منين جاتك التقشيره انا شو انا عارف هادشي قول شي حاجه اللي منطقيه انا هادشي ما خدامش ليا والله تنعاود لك كلشي انا شوف صافي انا غنعاود لك انا غنعاود لك انا كنتصنط من جهه التقشيره انا بالحرام كتسنى شي حل والله ما كنقول دابا احسن من الحل حق الله العظيم انا والله ما كنعرف مع شي حد ما خلعت شي واحد من غيرك انت انا شوف انا غنشوف خالتي العزيزه انا مزوق فيك والله الله لا لي راه خالتي توحشتك بزاف خالتي انتي فالخير عليا خالتي مالك بنيتي هو تكون كيتسمع من الزنقه يا ماما مال يا ماما ما كاين باس عجيتي انت ما كاين باس بنيتي عجيت لا والو ها طرقت معايا رشيده مسكينه قلت ليها طرق السلامه غدا الحج ايوا ننطركم نهار كبير هذا خالتي شحال توحشتك بزاف
شفتيها واش سلمتي عليها؟ اي سلمت عليها. ويلاه تلحقي امي انتي تمشي قبل ما يطيح عليك الظلمه. اي عندك الحق يلاه قبل ما يطيح عليك الظلمه. حيد امي. لا 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 فين امشي؟ لا لا خالتي ما غاتمشيش من هنا الله يودي. لا لا وليدي ربك. لا والله ما تمشي بالله القسم. ربك الحاج كيفاش؟ وحرام عليا زواجي ما غاتمشي يا خالتي. او تجي لعندنا لهنايا وتمشي ما تباتي ما تعشاي ما نضيفوك الله يودي خالتي. لا 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 باقيش وليدي تحلف هذا الحلوف هذا ملي قلتي الحرام تاع زواجك صافي انا كاع. الله يودي اختي انت عزيزه علينا. راه شوفي فيك اختي راه تخرج بنادم من جهنم. واه وحق الله سولي لي انا. الله يعطيك الرضا وليدي الله يحفظك الله يحفظك. اختي اختي انا غدا عندي الخدمه وعندي الخدمه ما نقولكش كثيره غدا في الشركه. خصني نمشي نعس شويه بكري باش نقدر نتكونسونطرا غدا في الصباح. اييه وليدي سير سير صباح الله خير. الله عليك خذي راحتك دار دارك. الله يعطيك الرضا سير صباح الله خير. الله يرضى عليك. واش تعني يوم عطى حبك على رشيده؟ الله يا بنيتي ما نقولوش لرشيده مسكينه غدا الحج وغدا تزور بيت الله نقولوا لها الله يديك على خير ويجيبك على خير وراه حنا نسالوك الدعاء. وانا اللي شهرتها انا اللي شهرتها امي انت ما قلتلهاش طريق السلامه. الله يا بنيتي تي بالك انا ناري طيريها مني خلعه شواغع ما كاين باس. خير عليكم. اصبح وليدي الخير والرباح. بونجور بونجور. اصبح الخير خالتي. الله يرضى عليك وليدي. خالتي العزيزه كي صبحتي؟ الحمد لله. عرفتي مزيان؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. سبحان الله العظيم هذا الصباح صبحتم منورين. بيني وبينك خالتي الدار كتصبح منوره ملي كتكوني فيها الصراحه ديال الله. الله يرضى عليك. ترى خدك علينا. الله يبارك لك وليدي الله يعطيك الرضا. افطري. افطري بنيتي. بنيتي. افطري. خوي الكويس تاع اتاي. خصني نمشي نعطل شوية على الخدمة. لا وليدي لا واه فطر كمل فطورك ما كليتي والو. لا اللي كاين خالتي انا نورمالمون القهوة كحلة ديالي تناخذها هنا في الدار وملي تنمشي للخدمة تنكمل الفطور ديالي مع الكليان على خاطري داك الساعة. سمحوا لي خصني نمشي. باقي الحلة وليدي عاكس. قالت لك الصحة كلس ماما راه غتمشي دابا ياك؟ لا بنيتي باقا ما غاداش. ولكن انا معطل شي شويه والو خالتي خصني نمشي ولا بالطبيعه. اش اخويا كتفطر مع الكليان حنا عندنا كنشرب على القهوه كحله تما فين كحله لك الفطور. كون كتحشمك خصني نمشي دابا للخدمه الله يهديك. واش تكون انت كتحشم؟ حيدي من هذا الباب خليني نخرج. الله يحييك. غادي تحيدي ولا لا؟ ما غنحيدش اليوم انا ولا نفرضك انا وياك ضرب. لا بنيتي ملي الشيطان خلي الراجل يمشي لخدمته راه معطل. فطري امي فطري اللي بغات فطري. خليني نخرج قلت لك. ما غاديكش تخرج اليوم تنطردك انا وياك ضرب امي. غادي تحيدي من الباب ولا ما غاتحيديش؟ ما تترجع. خالتي خليناك على خير. سبحان الله العظيم انا وجهك ديما كنتفائل به هنايا في الدار. الله يرضي عليك وليدي توصل على خير. دروان شفت واش كيدير لينا؟ ها شتي اش كيدير ليا؟ عزيز علي عصبني وطردك ليا المراره. بنيتي نعلي الشيطان واش هذا كاع كله كره؟ واه واش تي ماما ديما كتلوميني انا واش ما كتشوفيش شنو كيدير؟ شتي السم اللي كيقلي ليا كيطرق ليا السم. ونعلي الشيطان راه كيقول لك الناس الا كان الراجل عوج راه المراه اللي كتقادو. واه وزايدون واحد المثل كيقول قبل ما تتزوج خاصك تكون حال عينيك اما الا تزوجتي عاس الدم. لا امي انت راه غلط خاصك تحل عينيك قبل الزواج ومور الزواج خاصك تطردقهم باش تشوف الصغيره والكبيره اللي تدوس عليك الدكاكه. ونعلي الشيطان نعلي الشيطان بنيتي راه المراه بلا ولاد بحال الخيمه بلا وتاد. خليني بلا وتاد انا هكا مرتاحه. شتي هذا الكلام اللي غنقول لك دخليها امي انت لدماغك والله ما تقاد لا درت مع الدراري. ايوا قعدي قعدي بلا ولاد شوفي باك انا باك راه كنطير مع الطيور. نهار ولدت مع الولده الاولى الراجل هو ينقص شويه من الطيران
ولدت بنيتي الولدة الثانية شوية ولا يدخل بكري ولا يجمع معانا ويشرب معانا كويس ساعاتي. الولدة الثالثة ها كتفتو أما ملي جاو دوك خوتك الاخرين هاد الاخرين ورانا كوفرتو. وتصدي ما انت غنقول لك من الاخراني شتي هاد خاين هذا راه والله لا ولدت معاه لولاد وما تقاد ودخل سوق جواه تنحيد منه هاللولة ديال العيالات. ولي لا باصليك والله لا باصلك وباصل هاد الجهد اللي فيك حتى اش غديري انا مشيت والله حتى تجلسي دابا عاد ويلي على والله حتى تجلسي ربك سيري تسنى ويا كوفرتي اقعدي تتعشي الا قرا انا باغا نمشي نصاوب البوك الغدا. بونجور اختي الله يخليك مسيو عادي كل ما تنشوف ميرسي يا مرسي عادي يا حبيبتي مشي عندها في لاغينيون اون فاسالي نعيط لك ميرسي بوك اختي راجلك غزال تبارك الله عليك كيتعامل معاك كلشي مزيان ربي يخليك حبيبتي انت اللي غزاله صلاه النبي عليك كتحمر ربي يخليك تبارك الله وصباطك حمقني شحال تلبسي في رجلي 38 صح رجلك صغار تبارك الله خير ربي يخليك الله بوك شكرا لك بونجور بلاش كنتي يا سناء مرتعي يا هادي يا حبيبتي كديرة لاباس عليك لاباس ربي يخليك وانتي شكون انا نبيله خدامه مع راجلك سيرفيس كونطابيليتي كنعيتي ماشي في كونطابيليتي لا ولكيسني ديال الشيكات والفاكتور تبارك الله عليكم اختي الله يعاونكم بارك الله فيك راني تعذبك تسمع في واحد لا ريونيون وقال لك جوج دقائق وسير عنده البيرو ان شاء الله اختي ربي يخليك ميرسي بوكو راجلك غزال تبارك الله كيتعامل معاك كلشي مزيان لا لا هو معطيني هادشي لا كلشي كيشكر والله الا كنت تشوفي اختي شكرا ميرسي بوكو حبيبه شكرا شكرا ما عندوش والو صافي هي تكون واخا وليدي على هادي واخا علاش الشركه اللي كلها عيالات سيدي توصل ديال لاسوسيتي سوفون ناري اخويا ميرسي بوكو اللي فكرتيني فيه مدام سيل فوبلي الله يخليك حاولي تجبدي لي على كوموند اللي درنا البارح في الصباح فوالا هي هادي صافي راه خليك بونجور صافا اسكوزي موا بونجور كيفاش شنو جاي كديري هنا فالي ابلي افون دو فينيغ غايب الله فالي ابلي افون دو فينيغ غني توحشت راجلي حبيبي خصني ضروري نعيط ليه تجي شوفو ترا بلاصه الخدمه هادي بالزاطه صافي نقول لك واحد الكلمه ودخل معايا كلاس نكمل انا وياك الهضره ديال داكشي اللي كنا كنقولو البارح ونخرج لك الايشوريه اللي فيا بغيت نهضر معاك هانتوما غير خذوا راحتكم قلتوا كملوا الخدمه لا لا غير خذ راحتك ياك اوكي اسكوزي مو حبيبه جلس جلس خنظر انا وياك واحد شويه جلس جلس الارض الارض عندك صحابك انا ديك التهندريزه اللي هندرستي عليا البارح راه دخلت ليا دماغي داك الكذوب ديالك كله دخل من هادو ونخرج من هادو ودن كون شتي اللي كنت غنديرو كانوا غيسمعوا الجيران ولا كنحرز عليك ماما جات في ديك البقيته خلي هاد الهضره هادي بيناتنا حتى للدار لا جاي لعندي لهنا الخدمه هنا واليوم ودابا غضب ليا شكون هي مولات هاد التقشيره وعلاش ما تقوليش مع راسك شكون هو مول التقشيره لا تقشر ولا لبسهم تاع الرجاله على ما في خباركش لالا الشركه اللي صنعت هذا النوع ديال التقاشر راه صنعوا التقاشر ميكست كيلبسوهم العيالات وكيلبسوهم تاع الرجال ياك اخويا وداروا منهم ثلاثه من الحجه داروا ثلاثه حيت مساكن عرفوا بالله هذوك الرجال مساكن ضحايا وديما تيتلفوا ليهم التقاشر فزادوا ليهم الثالثه سكور فين كاين المشكل لا ما كاينش مشكل الثالثه سكور بحال الرويده سكور حتى واش كتصحابني انايا زدت على البارح شفت الخضره اللي كتقولها كامله قولها وزيد عليها انا غنتبعك اخويا فيك دورك
ملي خويا تلبسهم تاع الرجاله قول لي شكون هو هذا مول التقشيره اللي دخل ليا حتى البيت النحاس ديالي وحط ليا تحت سريري. ما تعرفي شكون هو؟ نعرف شكون هو ودابا انا غنوريلك شكون هو. وري لي. هو مول التقشر ولا ما قدرتش تشد الرجل نزيدك حتى هادي حيت انتي نيتك ناقصه عمرك ما كتيقين واخا مع شنو نقول لك حيت انا لانتيا ديما شاكه فيها راه لي زاباغون سون ترومبوز. وعلى خويا الرجاله تما ولاو كيلبسوا الغوز. وهي لالا دابا انتيا ما متبعاش من واقع في لاموند. واش خبرك بلي الفاشن ويك ديال نيويورك اخيرا الا لالا كانت لا توندونس ديالهم هي البينك؟ بينك بينك ياك اخويا صرا ضرب لك واحد الكلمه ودي هادي شتي هاد الهضره اللي كتقول لها فيها انت راه كتدخل ليا من هنا كتخرج ليا من هنا هاد الحدود ديالك نقص منك حيت القضيه ديال بحالنا بحال الرجاله الا كانت بصح راه مصيبه كحله لبسوا كيفكم راه مصيبه كحله غتقول لي شكون هي مولا التقشيره هي غتقول لي شكون مولا التقشيره ولا راه ما غيعجبكش الحال اليوم قدام هاد الموظفين ديالك ما تنساش البيضه ديالي تجيب كري للعشاء غادي نتسناك انت كنت قلت انا اللي مجوجه دلوا بونجور سالو شكرا ميرسي الله يرحمك وليدي اللي مقابل العيالات اللي بغيت نجيك هنا يلا وليت فقصني غادي تغددني 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 خليني ألم يخن برد غديدي ما قداش عليه وجهي في وجهه خليني نعطيه وقلنا قدامي تصويرته يلي عباد الله بارك واش انت ما في خبرك شنو طاري اش هو اللي يوريك اخبارك اليوم لقى واحد البنت ميته ولقى وحده تقشيره مليوحه فحال هذيك اللي عندك تماما انا علاش كتقولي كيف كتسمعي باقي ما عرفوش دابا واش مقتوله واش منتحره والسيده ميته موته طبيعيه الله اعلم تقول اختي عماتت موته طبيعيه مالنا حنا ومالها ايوا دابا البوليس راه كيديروا في البحث ديالهم كانت مقتوله خصهم يعرفوا شكون قاتلها كانت منتحره خصهم يعرفوا علاش انتحرات كانت ميته موته طبيعيه ديك التقشيره خصهم يعرفوها منين جات بالضبط شوف يا لميا انت راه صاحبتي من مدة وراك عارفك انا ملي كتبغي تنكري الواحد تما انا بوحدي اللي عندي هذوك التقاشر دوك التقاشر طاليه انا قد الدنيا ايوا ديك التقشيره حتى هي راه ما مناش الف لميا انا مزاوكه فيك صاحبتي ما تزيديش عليا اللي فيا يكفيني راجلي عنده مع الخيال عنده مع العيالات ولكن القتيله الا يا سناء يا سناء يا اختي انا راه غير قلبي عليك انا راه ما بغيتش بيتك يتشتت على قبل تقشيره يا حي يا اختي شنو باغيه بيها اللهم البرد ولا الحبس سنت علينا هذا الموضوع العار شوفي ديك الهضره كوليها وزيدي عليها انا ما نمشي تنعرف مول التقشيره هي تمشي نعرف مول التقشيره واش بدا لي هاك ممكن حتى انا غادي نضرب الطاجين ديالي غيتحرق مالكي مالكي شو على صاحبتي جلسي جلسي صاحبتي بقى تردي بالك انت ديما كتضربي في نفس البلاصه تكلمت في الكوبسي شتي صاحبتي بلاتي نجيب لك الثلج يا رجل الو وي طريق وي خويا لاباس دخلت عليك بالله يا مازال ما شفتش يلا واخا خويا شكرا بزاف انا غنقطع انا غنشوف انا غنشوف شكرا شكرا سناء سربي يا اختي سناء هاني جايه اوف نقلب على صاحب الدقتي راه معايا في العمر ما كان بيأس والغدر هذا ما بقاش اختي الصحبة ما بقاش الثقة سربي يا اختي سناء هاني غنصيبي يا حبيبتي غير صبري عليا كنقلبها على البوشي طافي ندير لك الثلج سربي يا اختي هاني جاية يا حبيبة هاني جاية
تضحك عليا مع راساتك كتكذب عليا وانا مسكينه مطيقك وتبارك الله على صاحبتي هذه هي الصحبه الوحده هي اللي تدير صاحبه والله وحده هي اللي تدير صاحبه حتى الاخر حسبك هو الاخر معايا انت ها انا جايه لك هرب عليك انت زينة والله ترى كيف فهمك وشي غلط اذا ما غلط اختي انا راش عليك وعندك ساعه فهميني اللي ماشي غلط شكون درت لك انا يا حرام عليك هاي بطلت درت فيك عارف اما بغيتي شي حاجه وقلت لك لا كاع داكشي اللي كتحطي عليا يدك كنمشي نشري لك البطله كاين شي مره بحال ما خدتش راجل بحالي في العالم ما كايناش شي كله درتيه وما درتي والو انت بول عيالات انا ما كنعرفش العيالات انا كنعرف مره وحده هي انت درت معاك كاع الخطط عيب الله بغيت نكون معاك ولد الناس ما رضيتيش بيا كنت معاك راجل عمرك عقلتي عليا علاش شو درت لك انا يا عيب الله انا عارف علاش هذه الغيره غيره كتشطحك غيره مسيطره عليك موسوسه لك دماغك كل غيره لا والو ما كنغيرش انا راجل انا متاكد منك ولكن انت ما متاكداش مني بغيت نكون معاك راجل يا عيب الله ولكن بغيت ندير معاك واحد الخطه بغيت نكبرها باش تصغر معاك صعبني كبرتها فرشتيها لي على راسي جبتي الاخر انا اليوم غنفرشخك انت وياها وغنبدا بها هي النيت صاحبتي حبيبتي اليوم غنفرشخك الله يهديك يا سنه واش بغيتي ترتكبي بشي جريمه يا شفتي من الاخر انا اليوم ما غندير جريمه غندير لحبيبتي جريمه بحال هذيك اللي تخيلتي ليا قبيله في الجورنال هي اللي غندير لك السين ديالي ها صبري عليا انساني معاه انا ما عندك ولا شنو كاين عاود ليا بغيت ندوي معاك ما عطيتينيش فرصه انا قول هلا كنسمعك بغيت نفش عليك قلبي عباد الله ما سمعتيش ليا قول هلا كنسمعك يلا قول مشيت عند صاحبي حميد اييه شكون اللي تحميد اخويا حميد اللي في دار غلف حميد اللي في دار غلف كتعرفي انت هاد حميد والله يا خدي ما كنعرفش انا غنشوف واش كتعرفي ولا ما كتعرفيش كمل مشيت عند حميد بقيت معاه في الدار وقلت له خويا حميد ما كذبش عليك انا المره ما عطيتيش مجال وقلت له انت خويا وعشيري غادي تنفش عليك قلبي باش كيت عليه واخا المره بغات لي داكشي اللي كنقترح عليها وداك ساعات مسكين الله يرحم ليه الوالدين هو اللي اقترح عليا واحد البلان ونصحني وقال لي اش خصني ندير واش قال لك السي حميد عادل عندي لك الحل اجي يا صاحبي الحل ديال اش اجي جلس وغادي تتهنى من كاع هاد المشاكل مرحبا شوف المراه ضربها بالمراه معلم حميد معلم كبرها صغار وضرب المراه بالمراه انت فكرتي يا حبيب ديالي قلتي لي من ضربها نضربها بصاحبتها تبارك الله عليك الله يعطيك ضربه سمعيني انت اش عندك نسمع لك اختي اها قولي لي مالك اختي والله العظيم ثنائيك انت بحال اختي والله الا فاهمه راكي فاهمه كلشي غلط انا واش رحي لي اختي انت اللي ماشي غلط انت انا واحد النهار عندي عادي هذيك بحال خويا قال لي انت ساده بحال اختي راه عندي مشكل معاها ربي الا ما حل لي معايا هذا المشكل قلت له واخا شنو نديرو قال لي انا غندير واحد الخطه وعافاك المعاونين عليها شنو هي اختي انا عندي واحد الخطه فهمتيني باغي نديرها يعني باش فينالمون يعني سنه ترجع للدار وهاد الخطه هادي بيني وبينك تنقلب فيها على شي حاجه تكون مرتبطه بالانوثه شي حاجه مرتبطه بالعيالات شوف انا صراحه البارح شريت واحد التقشرات مزيونين غزالين وشريت منهم جوج جيسبر يقدروا ينفعوا بيني وبينك هاد البلان ديال التقشر والله حتى غيصدق وحق الله شحال عطاتك اخويا من التقشيره
عطاتني 4 ديال التقاشر. 4 ديال التقاشر فين مشاو التقاشر؟ جوج راه كيشفتيهم عندي في الشركه، راني وريتهم لك. واخا هادوك حيدو، هاهم الاخرين. الثالث انا كنت جاي باش نعترف لك على هاد الاستوار ديال التقاشر وهي في جيبي انت. شدك في جيبي بغات ليها واحد قرب لها. هذا هو الثاني شتي. والرابعه كون فين مشات الرابعه؟ الرابعه هي اللي راكي شاده في يدك تتشيري علينا بها، وهي اللي حطيتها لك في بيت النعاس على الناموسيه. الريحه ديالك هذيك عباد الله زيتها لك من بيت نعاس، بديت كنريح به الدار كامله. واش نتوما كطنزو عليا ولا شنو؟ ها؟ دابا نتوما حصلتو بديتو كتختاروا لي التقشيره ما التقشيره لا حق ما التقشيره، عطيتها التقاشر جابت لي التقاشر، زعما كيتبان لكم انايا كاع مكلخه لدرجه هاد الكلام انا غنطيقو؟ الا بغيتو نطيقكم عطوني الدليل. بغيتي الدليل؟ ما غادي نسمعك الدليل. اه وريني الدليل. لم يا اختي الله يرحم باك جبدي التليفون ديالك وسمعها كاع المكالمات اللي عندك. فين هو تليفونك؟ ها هو في جيبي. فين هو تليفونك؟ ها هو جبدي جيبي. ها هو اختي سارة احنا ما كنكذبوش عليك، غنبقاي في كاع المكالمات بالتاريخ والوقت. ديري الكود. انا غنشوف كدوبكم فين غيوصلكم. الو هادي وي فضلك مراتك غادي تحماق اسكا العظيم، عرفتي شنو درت اليوم؟ مشات حطات عليك كاع جوج عرات اللي كاينين في العماره باش تعرف شكون مولات التقشيره. وشنو دارت؟ مشات جابت واحد الكلب شمام طلقات على العيال. اسمعي اسمعي شي عند فين مشى؟ ما مشات طلع غير على مت منير العزاز قسما بالله. يسكع الله يتا غادي تفطى ناري بارك عليها. يلا واخا صافي غاد زيد ليها فيت انت. يلا كون حالي. انت سمعتي اختي على ودنيك؟ انا والله كانت نيتي زوينه، كنت باغي غير نصالحكم. كنقسم لك بالقران الكريم هادشي كاع اللي سمعتي كله صحيح، ما فيهش ذره ديال الشك. ونزيدك عندي دليل واحد اخر، سيري هزي القران وشوفي شنو كاين تحت منه. تحركي. الصاك ديالك ياك؟ هاد الصاك تشفر ليك يا لالا، ملي تبعتيني مشيتي كتجسي عليا تشوفيني اش غندير. اش صاحبي حميد هو اللي خطف ليك الصاك، ملي خطف ليك الصاك تلفك علينا باش ما تبقايش تابعاني انا. معلم الله يتا كاين عشيري انت. يلا يلا ودابا غادي ندوي لك على الدليل الاخر، هذا هو اللي غادي يقطع لك الشك اللي عندك موسوس لك في دماغك. هذيك التقشيره متداويه بين يديك، عمرك فكرتي انك تخشي يدك لداخل وتشوفي شنو كاين فيها؟ جربي جبدي راني كاتب لك في واحد الكلينكس تما شي حاجه خاصه بيك. سربي قريب جات مراتي الحبيبه، انا كنبغيك ولكن الغيره بزاف كتفرق العائلات، وهادشي كامل راه غير خطه دايرها هلا ولا ميال.
هيا تبكي عاود. اسمع لي يا حبيبة ديالي والله لا اسمع لي انا الغيرة اللي فيها انا كتخدني اسمع لي سامحني والله ما درت عليك بالعاري سامحني سامحني يا لميعة الحبيبة ديالي انا مزوقة في كلمة سامحني عافاك عافاك يا لميعة عافاك حبيبتي على وجه الصحبة جمعة دولي صاحبتك انا دابا شوية كنت غادي تركبي فيها جريمة نسيت العشرة ديال 20 عام كلها كنت غادي تضربها في الزيرو وعلاش حيت بغيت لك مصلحتك انت وراجلك صافي يا صاحبتي صافي سامحني سامحني ما تغلغيش مني ما تغلغيش مني لما يقولوا يا سامحتيني سامحتيني يا حبيبتي سامحني حبيبي سامحني حبيبي لا تستر داري سامحني يا حبيبي والله لك العباقة اللي كان بغيك سامحتيني قولي يا سامحتك قولي يا سامحتك قولي سامحتك لا ما تقولهاش لي من هنا قولها لي من هنا صافي سامحتك عفكيني دابا يلا سرب من قلبك وصافي راه راسي كيحرقني يلا فكيني يلا فكيني انا بلاتي بلاتي اي والله بلاتي صورة للذكرى واش نسطيو ولا وفقينا بعدا اي والله نديرو السين اش من سين فين فقينا هك 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 وفقينا اي والله ضحك ضحك لا تكسر ضحك شد ضحك